اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من لبنان اليوم. ما زالت المنطقه تعيش تداعيات الرد الايراني على الهجوم الاسرائيلي على سفاره طهران في دمشق، مع اجماع المراقبين على ان الرد لم يكن بحجم الهجوم، لان معظم المسيرات والصواريخ اسقطت قبل الوصول وبالتالي لم تبلغ اهدافها. لكن لابد ان يكون لهذا الرد تبعات سياسيه واثمان ستتقاضاها ايران على طاوله المفاوضات. الآن تتجه الأنظار إلى إسرائيل وما إذا كانت مصرة على الرد في ظل التدخل الأمريكي لردعها. محليا وعلى أثر التوترات، استبدل الرئيس نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء بجلسة تشاورية للوزراء لمناقشة التطورات ولا سيما الأمنية منها. عن هذه الملفات نسأل ضيفنا الصحفي يوسف الدياب. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. أهلا فيك يا سهى. طبيعة الحال يعني البداية ستكون يعني ما زلنا نعيش تداعيات يعني الرد الإيراني والهجوم يعني الذي نفذته بمسيراتها وصواريخها على إسرائيل. طبعا هناك قراءات عدة يعني لهذا الأمر. قراءتك حضرتك أستاذ يوسف يعني هجوم كبير بمسيرات وصواريخ، إنما يعني لم تصل إلى إسرائيل إلا يمكن أعداد قليل، وبالتالي لم يكن يعني هناك خسائر كخسارة إيران لعدد من قادتها مثلا لدى يعني الهجوم الإسرائيلي على القنصلية في دمشق. طبعا الرد الإيراني كان لابد منه، يعني نحن بنتذكر انه كان في تراكمات من العمليات العسكرية الإسرائيلية اللي طالت إيران سواء بالداخل عبر عمليات أمنية أدت إلى اغتيال علماء نوويين أو إلى تفجيرات، وفي مرة كان في حادث بانفجار بمفاعل نطنز واتهمت إيران يومتها إسرائيل مباشرة بهذا الموضوع، واستمرت العمليات. لكن الضربات الكبيرة الموجعة تلقتها بالفترة الأخيرة إيران بدمشق منذ اغتيال رضي الموسوي، بعدين مسؤول الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني، وبعد قصف السفارة أو القنصلية الإيرانية في قلب دمشق. كل هذه العمليات اللي تراكمت وجدت إيران نفسها أمام حتمية أن تذهب إلى رد، لأن عدم الرد يعني يعريها أمام أولا حلفائها اللي عم بيسألوا أنه ليش هي مكتوفة الأيدي، وهل مطلوب من الحلفاء أو الوكلاء أن يحاربوا نيابة عن إيران. المسألة الثانية كان في ضغوط كتير كبيرة حتى على الدولة الإيرانية من الجمهور الإيراني ومن الشعب الإيراني بأنه لازم يكون في رد. حصل الرد، ما في شك أنه هذا الرد يعتبر إذا بدك تحول استراتيجي بالدور الإيراني بالمنطقة، وهذه لأول مرة إيران تنفذ عملية مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وهي اللي من سنة 79 إذا بدك من وقت الثورة الإسلامية رفعت شعار قضية فلسطين ويعني إزالة إسرائيل من الوجود ومحاربة الشيطان الأكبر، وجدت نفسها اليوم أمام هذه العملية. هل أتت هذه العملية وكلها كما كانت تريد إيران؟ أنا بتقديري لا، يعني النتائج كانت نتائج مخيبة، لكن بالبعد العسكري والاستراتيجي والأمني كان لافت أنه إيران بالفعل يعني هذه المرة ألم تكن إيران تريد هذه النتيجة؟ طبعا إيران يعني واضح أنه ما كان بدها خسائر. إيران تريد أن ترد لتقول أنها ردت، لكن هي بالتأكيد قالت قبل العملية وبعد أن لا تريد أن تذهب الأمور من خلال هذه العملية إلى حرب. لا بل يعني في تصريح للوزير الإيراني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال أنه نحن أبلغنا الأمريكيين عبر وسطاء بأنه العملية ستنفذ وأنه إيران لا تريد أن تذهب إلى حرب ولا تريد أن تفجر الوضع. أيضا قالت أنه هي تريد أن تحيد الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه العملية. اليوم بنتيجة هذه العملية إيران تعتبر حالها انتصرت، تجرأت على قصف إسرائيل مباشرة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حالها انتصرت، لأن إذا بدك شكلت الدرع الأساسي لصد هذه الهجمات عن إسرائيل وأسقاط معظم المسيرات والصواريخ التي أطلقت.
إسرائيل أيضا تعتبر نفسها أنه هي يعني إذا بدك انتصرت أو استطاعت أن تحقق هدفين. الهدف الأول أن تفشل الضربات الإيرانية وإسقاط 99 حسب المزاعم الإسرائيلية 99% من الصواريخ والمسيرات. الانتصار الثاني واللافت لإسرائيل واللي يسجل هو هلأ أنه كيف قدرت استثمرته، قدرت تألف حشد دولي حول رجع الاحتضان الدولي تماماً. بعد ما كانت منبوذة يعني تماما بالفترة. بعد كل إذا بدك حالة الحصار الدولي على نتنياهو وحكومة نتنياهو، اليوم وجدت إسرائيل وحكومة إسرائيل نفسها أمام احتضان دولي كبير لما حصل. السؤال مثل ما حضرتك تفضلتي وسألتي شو بعد هذه العملية؟ اليوم بتصور في اجتماع لمجلس الكابينات، مجلس الحرب الإسرائيلي عصر اليوم أو مساء الساعات الأولى من مساء اليوم لدرس الرد على إيران. المسؤولين الإسرائيليين والصحافي الأمريكي كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وقريبين من نتنياهو ومن المجلس الحربي بأن هذه العملية ستقابل برد إسرائيلي. السؤال كيف سيكون هذا الرد؟ إذا كان رد شبيه بما حصل قبل ضرب السفارة أو القنصلية الإيرانية، يعني معناتها نعود إلى قواعد الاشتباك التي كانت معتمدة ما بين الطرفين، وأعتقد ستكون مضبوطة. يعني إسرائيل بتنفذ عمليات، حلفاء إيران بيردوا بعمليات محدودة وموضوعية. بن غفير يدعو إلى رد جنوني على تماما. السؤال اليوم، هل تقدم إسرائيل على ضرب طهران أو تنفذ عملية بعمق الأراضي الإيرانية؟ هذا هو السؤال. وأين تذهب الأمور بعد هذه العملية؟ الترجيحات أو ربما الفرضيات الأكثر قوة تقول أن إسرائيل ستوجه رسالة قوية لإيران بهذه المرحلة، لأنها تجرأت على هذه الخطوة، وأنها لن تسكت على ضرب إسرائيل انطلاقا من الأراضي الإيرانية. هل يكون الرد بالداخل الإيراني؟ أعتقد أن الترجيحات تقول نعم، الأرجح أن تذهب باتجاه رد في العمق الإيراني ويكون رد كبير وموجع. كيف ستكون تداعياته؟ اليوم الرد والرد المقابل أستاذ يوسف صار بين إيران وإسرائيل. يعني قبل كانت إيران إسرائيل مثلا كمان تطلع تضرب أهداف لإيران بسوريا، تضرب بلبنان، يعني تضرب في أي مكان، إنما كانت اليوم يعني مواجهة مباشرة. نعم، ما بين الدولتين، يعني تحولت إلى مواجهة مباشرة تماما. أنا بعتقد أنه اليوم نتنياهو يجد فرصة في أن يفتح جبهة حقيقية مع إيران. الإسرائيلي أنا برأيي ومن خلفه الأمريكي، صحيح امبارح يعني الرئيس بايدن قال له لنتنياهو أنه الولايات المتحدة لن تذهب أو لن تشاركك بعملية ضد إيران، لكن أوكي هيدي شغلة مفهومة. لكن السؤال، إذا ما وقعت إسرائيل اليوم بمواجهة مع إيران، إذا ما حصلت ضربة اليوم بالعمق الإيراني أو أصابت موقع استراتيجي، يعني مثلا أو موقع نووي، موقع نووي أحد المفاعل النووية، أو ضربت مقرات عسكرية للحرس الثوري، أو إذا ضربت مخازن أسلحة كبيرة، كيف سيكون الرد الإيراني؟ سيكون أعتقد أنه هناك سيكون رد إيراني بالتأكيد. أعتقد أنه إيران بعد العملية اللي نفذتها أمس لن تستطيع، يعني ما عاد فيها ما ترد يمكن تماما، مكتوفة الأيدي، ولن تقول بأنه سنرد في الزمان والمكان. اليوم دخلت بمواجهة مرحلة جديدة. إذا حصل هذا الأمر، هذا يعني أن إسرائيل تكون استطاعت أن تجر المنطقة إلى حرب، لأن وقت بنقول أنه إيران وإسرائيل بدأوا بحرب، يعني المنطقة بدأت بحرب. كل حلفاء ووكلاء إيران في المنطقة سيتحركون بشكل مباشر، أولا حزب الله في لبنان، المسألة الثانية القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا والميليشيات التابعة لها، الحشد الشعبي بالعراق، الحوثيين في اليمن، كل هذه الجبهات ستتحرك. لكن سنجد نفسنا من حيث ندري أو لا ندري أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في هذه الحرب بشكل مباشر، ربما البريطانيين، ربما دول من حلف الناتو التي أعلنت دعمها
لإسرائيل، وقالت أنها لن تسمح بكسر إسرائيل أو بتدمير إسرائيل كما تتوقع. وخصوصا أن إسرائيل يعني تصور ما يحصل معها لأنه حرب وجودية يعني هي الطرف المظلوم أو الطرف المعتدى عليه، يعني رغم أنه العالم كله تناسى أن إسرائيل هي التي تعتدي بشكل كبير وترتكب المجازر وتنتهك كل المحرمات وتخرق كل الخطوط الحمر أو السقوف المرفوعة. لذلك أنا بعتقد أنه نحن أمام مرحلة مصيرية في الأيام في الساعات والأيام القليلة المقبلة. هذا عم نحكي على صعيد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، فما بالك اليوم شو بيحصل عندنا بالجنوب، ونحن عم نشوف هلأ أنه وتيرة الضربات الإسرائيلية ارتفعت بشكل كتير كبير. البارح نتنياهو استدعى لواءين من الاحتياط وطلب انه يلتحقوا بالجبهة الموجودة بقطاع غزة. واضح اليوم انه اسرائيل يعني فتحت العديد من الجبهات اليوم في وقت واحد، وارادت ان تكون حرب كبيرة وحرب اقليمية، تعتقد انها ستخرج منها منتصرة او اقله ستنهي من خلال هذه الحرب كل المخاطر الأمنية التي تحيط بها. هل تنجح في هذا المسألة؟ أنا أعتقد أنه من الصعب اليوم أحد أن يتكهن بأين تذهب الأمور إذا ما ذهبنا إلى حرب إقليمية أو حرب واسعة ما بين إسرائيل وما بين النظام الإيراني، لأنه كل طرف سيستدعي حلفائه للتحرك على أكثر من صعيد. أيضا اليوم بدك تشوفي إذا لا سمح الله ذهبنا إلى هذه المواجهة أين سيكون الروسي من هذه المواجهة، أين سيكون الصيني، يعني سبق وأعلن بوتين أنه سيكون إلى جانب إيران، سنكون أمام تحالف دولي كبير أو إذا بدك أمام جبهتين دوليتين كبيرتين يعني ستواكب ما يحصل إما مباشرة وإما غير مباشرة. اللافت بهذا الموضوع أن الدول العربية حيدت نفسها عن هذا الصراع ما بين إسرائيل وما بين إيران. أيضا شيء مهم وإيجابي أنه الدول العربية بمعظمها السعودية كل دول الخليج ومصر وغيرها وحتى الأردن أنه أعلنوا أنهن لن يسمحوا بأن يكون الأرض العربية أو البلاد العربية أو الدول العربية ساحة انطلاقة للعمليات الأمريكية أو الإسرائيلية ضد إيران، وبالتالي جيد أن يحيدوا يعني نفسه. الدول العربية أخذت موقف المتفرج بما يحصل في أقل المحايد، يعني لما نقول متفرج، المتفرج يعني بيكون عم يشمت مين يعني أقله كمان أنه ما يكون يعني مشارك، لأنه شفنا الأردن يعني هل تماماً. صحيح شاركت الأردن في إسقاط المسيرات الإيرانية؟ يعني هذا كلام إيراني، ولكن نحن لنفترض بأنه الأردن شاركت بهذا الموضوع. أنا بعتقد هي شركة من منطلق أن عبور هذه المسيرات أو هذه الأجواء ربما تشكل خطر على الأمن الأردني، بمعنى أنه مين بيضمن أنه هذه الصواريخ أو المسيرات قسم منها لا تسقط في المدن الأردنية أو تصيب يعني مواقع أردنية، وبالتالي هي من باب الاحتياط أرادت أن تأخذ هذه الإجراءات. هذا نحن عم نفترض إذا كانت بالفعل هي شاركت بيكون مفهومي من هذه الناحية، ولكن أيضا اليوم نحن بنعرف أنه الأردن أبدت امتعاض كبير من الرد الإيراني عندما اعتبرت إيران أن الأردن شريكة في الاعتداء عليها، واستدعت سفير الإيراني في عمان وأبلغته الاحتجاج الأردني والتصريحات العدائية تجاه تماما، لأنه اعتبرت أنه المواقف الإيرانية هي مواقف عدائية ضد الأردن. طيب أستاذ يوسف، يعني كمان يعني هناك أمر مستغرب والكل يعني سؤال مشروع بوقت أنه يعني إيران ترى في أمريكا الشيطان الأكبر وخلافات ومشكلات وقد ما بدك يعني في تباينات بيناتهم، يعني بيطلع مسؤول الوزير الخارجية الإيراني وبيقول أنه نحن يعني وكأنه نسق هذا الأمر مع أمريكا عبر وسيط، وإن كانت يعني قيل أنه سويسرا، يعني كيف يعني بدها تنتقم من إسرائيل وبدها ترد على إسرائيل بسبب هذه الضربة الكبيرة اللي نفذتها إسرائيل ضد قنصليتها بدمشق،
وإذا تنسق يعني هيدي العملية الانتقامية أو هيدا الرد، يعني مع العلم أنه أمريكا بحسب ما بنسمع يعني هي بحسب التصريحات الإيرانية هي الشيطان الأكبر وهي العدو الأكبر، يعني هذا بالظاهر وبالإعلام. إذا بدك قد ما فيك تسمعي هجومات على الولايات المتحدة من إيران وحلفاء إيران، لكن هذا الفريق بنفس الوقت يعني ينشد الرضا الأمريكي ويحاول أن يفتح قنوات تواصل مع الأمريكي. أيضا نعرف نحن مدام سهى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لم تتوقف، هي موجودة في عمان وقبل منها كانت موجودة بسويسرا سواء على البرنامج النووي أو هلأ على مرحلة ما بعد عاصفة الحزم، لأنه اليوم تعرف الإدارة الأمريكية تماما أنه أي تسوية قد تحصل في مرحلة ما بعد هذه الحرب تستطيع إيران إما تنجحها وإما تفشلها، وبالتالي موجودة قنوات الاتصال. اليوم الإيراني أكيد لا يريد أن يكون في حالة حرب أو حالة إذا بدك انقطاع كامل عن التواصل مع الأمريكي، هذه مسألة أساسية ويريد أن يبقي هذه الخطوط. المسألة الثانية أيضا يعرف الإيراني تماما بأنه إذا وقعت لا سمح الله مواجهة مع الإسرائيلي لا يمكن لأحد اليوم أن يضبط الإسرائيلي إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لابد من أن تبقى يعني التواصل ولو بشكل غير مباشر مع الأمريكي، رغم أنه المرشد الأعلى السيد علي خامنئي عندما حصلت الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق كان اتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عن هذه العملية، وقال أنه لو لم تحصل إسرائيل على ضوء أخضر أمريكي لما نفذت هذه العملية. طبعا يعني فيك الخصم والحكم، ما بتقدر اليوم إيران أن تقول أنها تعلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلن الحرب على إسرائيل في نفس الوقت، لأنها بتعرف هي أثمان هذه المواجهة مع الأمريكي تختلف إلى حد كبير جدا 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 عن المواجهة مع الإسرائيلي. الإسرائيلي إذا كان هناك من مبررات إذا بدك عقائدية وسياسية ودينية وإنسانية بعد الذي حصل بالحرب على غزة، أعتقد أنه هذه المبررات غير موجودة اليوم إذا إيران بدها تفتح مواجهة مع الأمريكي، عدا عن أنه هي بتعرف اليوم أنه المواجهة مع الأمريكي مواجهة خاسرة. أيضا المواجهة مع الإسرائيلي هي مواجهة خاسرة، ما في شك أنه الإيراني بيقدر يعني يلحق الأذى بإسرائيل إما عبر عمليات بتنفذها من الأراضي الإيرانية أو عبر وكلاء وحلفاء في المنطقة، لكن كلنا بنعرف نحن أنه بالدرجة الأولى التفوق العسكري الإسرائيلي هو متقدم إلى حد كبير، عدا عن القدرات التكنولوجية اللي اليوم عم تتميز فيها إسرائيل بهذه الحرب سواء بالعمليات اللي عم تحصل في دمشق أو في لبنان، يعني الإحداثيات الدقيقة التي تنطلق منها إسرائيل لتنفيذ هذه العمليات هي إحداثيات متطورة وذات تقنية عالية، تعتمد على الأقمار الصناعية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على داتا الاتصالات اللي باتت تملكها إسرائيل في كل المنطقة، وبالتالي ما في تكافؤ اليوم لا بالقوة العسكرية ولا بالقوة التكنولوجية ما بين إيران وإسرائيل. لكن أيضا بدنا نعترف أنه إيران دولة كبيرة، دولة عظمى فيها جيش كبير، الحرس الثوري الإيراني له امتدادات في ليس في العدد الإيراني بس أيضا في المنطقة. الإيراني يتحدث أنه هو عنده 6 جيوش خارج إيران وقادر أن يستخدمها في أي وقت، وبالتالي نعم هي لديها قوة موجعة، والمواجهة مع إيران بالمرحلة المقبلة هي ليست جيوش خارج إيران، ليست 6 جيوش في دول عربية يعني. طبعا يعني إيران تعترف حزب الله في لبنان، ما هي سمتهم حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن، الحشد الشعبي العراق. في العراق، الميليشيات الشيعية في سوريا، يعني عندهم ما شاء الله يعني أوراق قوة كتير كبيرة أنفقت عليها إيران مئات مليارات الدولارات منذ عقود حتى الآن، وحان الآن وقت استثمارها ويعني إذا بدك استخدامها عندما تكون هناك حاجة إيرانية لاستخدامها، وبالتالي نعم إيران
قادرة على أن تلحق ضربات موجعة بالإسرائيلي بالدرجة الأولى، أيضا يعني أي حرب مستقبلية ما بين إسرائيل وإيران، الإيراني عنده نفس طويل أن يتحمل الحرب إلى أشهر ربما سنوات، والإسرائيلي لا يتحمل زعزعة الأمن، والإسرائيلي أيضا لا يتحمل، ولكن أيضا بدنا نكون واقعيين، الحرب إذا وقعت أو المواجهة إذا وقعت لن تكون مواجهة إسرائيلية إيرانية. شفنا مبارح بتست صغير سواء أنه كان في 4-5 دول تقف إلى جانب إسرائيل في هذا بس الموضوع، بس يعني سقطت على هيبة وصورة إسرائيل الأمريكية. أنه ما فيها لح يعني هي بيّنت أنه ضعيفة لوحدها، ما فيها تعمل شيء لوحدها، بدها دعم كل هذه الدول. لكن كنا عم نحكي اليوم على إحدى المقابلات التلفزيونية أنه إسرائيل أولا هي ليست دولة مستقلة عن الغرب، وإسرائيل إذا بدك فيك تعتبريها قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، وبالتالي الأمريكي لن يتخلى عن هذه القوة ولن يقبل بإضعاف إسرائيل أو بكسر إسرائيل في هذه الحرب المقبلة، عدا عن أن الإسرائيلي يقول اليوم، يقول لنفسه ولجيشه ويقول لشعبه ويقول للعالم نحن نخوض حرب وجودية. نعم. اليوم بعد طوفان الأقصى وتجربة طوفان الأقصى لا يمكن للإسرائيلي وحسب زعمه وقوله أن يعود إلى الواقع الذي كان قبل عام قبل 7 تشرين 2023، لأنه اليوم حتى لو خلصت حماس أو لو أضعفت حماس أو لو ذهبنا إلى وقف إطلاق نار يتبعه ترتيبات عسكرية وترتيبات أمنية وسياسية في غزة حتى في فلسطين، إذا بقي الخطر الأمني اليوم موجود في الجبهة الشمالية يعني مع لبنان بوجود حزب الله، إذا بقي هذا الخطر في سوريا، إذا بقى هذا الخطر في البحر الأحمر، إذا بقي في العراق عبر العمليات اللي بينفذها الحشد الشعبي يعني بالفترة الأخيرة، أطلقوا مسيرات من العراق وصلت إلى النقب ووصلت إلى الداخل الإسرائيلي، وبالتالي هذه الحرب إذا ما وقعت، وأنا برأيي هذا اللي بده إياه نتنياهو، أنه تكون اليوم حرب كبيرة، إما تحقق إسرائيل فيها انتصار وهذا لن يحصل، ما فيها تنتصر على دول المنطقة، ولكن إذا ما حصل ذلك هي تستطيع أن تنتزع حل سياسي ينهي كل هذه البؤر الأمنية أو التوترات الأمنية الموجودة بمحيطها، وتذهب إسرائيل إلى حل يضمن بقاء إلى عقود وربما إلى أبد الآبدين. الحرب إذا ما وقع الأمر بالنسبة لإيران أستاذ يوسف يعني لن تقبل بأن تكون خاسرة، وهي حتما ستستثمر كل ما حصل كمان على طاولة التسويات. طبعا لكن دائما الحرب هي مبرر أو علة للذهاب إلى حل سياسي. نعم. اليوم الحل السياسي بدك تشوفي كيف بيتركب، هل الحل السياسي يرضي إيران ويرضي إسرائيل في نفس الوقت؟ إذا تحقق ذلك أنا بعتقد بيكون الطرفين كسبوا من هذه الحرب، إذا لم يتحقق ذلك يعني معناتها المواجهة طويلة جدا والكل سيخسر في هذه الحرب والكل سيخسر في هذه المواجهة. يعني أنا بعطيك مثلا التطور العسكري والنووي الذي تعمل عليه إيران منذ 4 عقود أو منذ العام 1979 حتى الآن، يعني إذا ما وقعت حرب كبيرة وحرب مدمرة أعتقد أنه إيران ستخسر كل هذه المكاسب اللي حققتها منذ 40 عام حتى الآن. نعم. أيضا إسرائيل ستهتز صورتها، سيهتز صمودها، ولكن تبقى أقل كثير بكثير ضرر مما يلحق بإيران، لأنه برجع بقلك إيران ستواجه تحالف دولي كبير جدا. هل تراهن اليوم إيران على أن تقف روسيا إلى جانبها؟ أنا أستبعد، يمكن توقف على الحياة ترجع مثلا تاخذ هذا الموقف السياسي قد تكون معها، ولكن نعم. إذا بدك تحكي أنت بحرب، هل تدخل روسيا بحرب اليوم وهي متورطة أساسا بحرب مع أوكرانيا؟ أنا أستبعد، لأنه بعد المستنقع الأوكراني مثل ما تفضلت وقلتي لم تخرج منه معافاة، يعني بعد عندها كثير لتخرج من المستنقع الأوكراني. هل اليوم روسيا يعني إذا بدك تكون منتعضة من حماية إسرائيل؟ أنا أعتقد أنه لن تكون منتعضة اليوم، أمن إسرائيل أيضا يعني روسيا كما يعني أمريكا كما يعني الدول الأوروبية، وأيضا نحن بنعرف أنا وأنت وكل الناس أنه من يمسك اليوم بالأجواء السورية هو الروس
نعم. صح ولا لا؟ صحيح. وبقسم كبير على الأرض سوريا مفيدة تقع تحت الحماية الروسية. طيب اليوم الطائرات الإسرائيلية التي تسرح وتمرح في الأجواء السورية وتقصف الأهداف التي تنتقيها وتغتال من تغتال وتضرب من تضرب، ألا يحصل ذلك بغض نظر روسي بغض أو بموافقة ضمنية روسية؟ بلى، هذا ما يحصل. فما بالك اليوم إذا إسرائيل دخلت بحرب مع إيران، هل تعتقدين أن روسيا ستضرب إسرائيل كرمة لعيون إيران؟ يعني لربما روسيا منزعجة من الوجود الإيراني في سوريا. هذا عمين حكى عنه بشكل كتير كبير، وهي اليوم يعني إلها مصلحة أن تقلم أظافر إيران في سوريا، وربما في مناطق عدة أيضا ربما تكون منزعجة اليوم من القوة التصاعدية لحزب الله في الجنوب اللبناني وفي غيرها. هي أيضا كما الصين منزعجة من الدور اللي عم يؤديه الحوثيين بالبحر الأحمر، ويعني ضرب الملاحة العالمية. نعم. طبعا ما هيدا بمر عالمي للروسي وللصيني وللأمريكاني وللأوروبي ولكل العالم، وبالتالي لا يمكن أن تبقي يعني أو إذا بدك تقف روسيا متفرجة أو أقله، لا يمكن أن تدخل طرف في هذا النزاع أو هذه الحرب إذا ما وقعت. أعتقد أنه حتى إذا وقفت على الحياد تكون مستفيدة من ذلك روسيا، لأن هي من يجلس بالمرحلة الأخيرة مع الأمريكي ويرتب ملفات المنطقة. نعم، رح كمل معك بهذا الحوار أستاذ يوسف بعد هذا الفاصل، محطة إعلانية ونتابع. تابع حوارنا مع الصحفي يوسف دياب. استاذ يوسف، يعني هناك من يقول انه الخاسر الاكبر بكل شيء اللي صار يعني الساعات الماضيه هم الفلسطينيون، وهم يعني الفلسطينيون في غزه، انه يعني الرد الايراني ما يعني ما حقق شيء على المستوى يعني العسكري من تحقيق خسائر يعني لدى اسرائيل، وبالتالي على العكس زادت الحضانه الدوليه لدول يعني لاسرائيل التي كانت منبوذه يعني خلال هذه الحرب. شو رأيك بهيدي؟ يعني ما في شك انه حجبت الاهتمام العالمي. نعم. والدولي والعربي عن المجازر التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة. المسألة الثانية والخطر الثاني انه الاسرائيلي اليوم بيعتبر انه صار عنده كل المبررات لحتى يستكمل حربه على قطاع غزة، وطالما أنه يعتبر بأن حركة حماس هي فصيل تابع لإيران ويعمل تحت ظل القيادة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، هذا مبرر له لأن يستكمل حربه على قطاع غزة ويوقع مزيد من الضحايا والقتلى في صفوف المدنيين. المسألة الثالثة، إذا كان في موانع أو تحذير دولي من اجتياح رفح، بات هذا الأمر يعني مقبول لدى العالم وتحديدا لدى الأمريكيين بأنه يجب أن تنتهي الملفات الأمنية التي تحارب من أجل إسرائيل، الملف تلو الآخر. نعم. عفوا، بمعنى أن يبدأ الانتهاء من غزة ثم بالضفة الغربية ثم في لبنان، ويكون للأسف الرابح الأكبر هو الإسرائيلي. الضربة الإيرانية اللي بالأمس شفناها أنا برأيي ما قدرت تعمل إذا بدك توازن استراتيجي في قوة الردع، لأنه لو كانت الضربة الإيرانية وصلت بقوتها إلى العمق الإسرائيلي وألحقت إصابات بالداخل الإسرائيلي وبالجيش الإسرائيلي وبالمواقع الإسرائيلية، كنا فينا نقول انه يجب ان يعني يتعاطى العالم مع مرحله مختلفه، باعتبار انه ايران صارت قوه ردع ودخلت على الحرب وعلى المعركه بشكل كبير وواسع. نعم. هذا الامر لم يتحقق. المراقبون يقولون بانه نتائج العمليه الايرانيه رغم ضخامتها، عدد الصواريخ وعدد المسيرات التي استخدمت يعني هو عدد كبير، النتائج كانت مخيبة وربما باهتة. السؤال، هل تستطيع إيران أن تنظم كل يوم عملية كالتي حصلت بالأمس؟ بعتقد أنه فيها تعملها لفترة قصيرة،
أيضا ما في شك، خلينا نعترف أنه تكلفة إفشال هذه الهجمات كانت كبيرة على الإسرائيلي وعلى الأمريكي والأوروبي، يعني حكى عن مليار دولار خسائر. صحيح. بس عندها مشكله يعني اسرائيل بهالخسائر الماديه، يعني شفنا من بدايه طوفان الاقصى لليوم قديش في خسائر. كثير كثير، بس خلينا بس على ما يبدو ما عندها مشكل، يعني ما عندها مشكل لأنه لا ترى نفسها وحده بالمواجهه الاسرائيليه، دعم كبير خصوصا ترى نفسها المتحدة. هي اولا تحارب من ضمن احتضان دولي كبير، وتعتبر نفسها بالوقت الثاني، وطبعا هذا الغرب ينظر الى ذلك ان إسرائيل تقاتل نيابة عن الغرب وعن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وتدافع عن مصالح هذا العالم الغربي في المنطقة، وبالتالي الكل معني بأن يدعم إسرائيل. للأسف هذا الجو اللي عم نشوفه، الموقف اللي مبارح شفناه وحضرناه بمجلس الأمن، يعني حولوا إسرائيل إلى ضحية وإلى يعني إذا بدك بلد مستهدف ومنتهك حقوقه، ويجب الوقوف الى جنبه، ويجب ان يعني نؤلف حشد دولي من اجله، رغم انه المندوب الروسي حكي عن ازدواجيه المعايير. يعني امبارح شفنا الادانه الرهيبه عالميا للعمليه الايرانيه، بس ما شفنا يعني مثلا ادانه لاستهداف القنصليه الايرانيه في دمشق، هذه شغله يعني غريبه. ايضا في اذا بدك ادانه لعمليه لم تحقق اغراضها ولا اهدافها ولا تلحق ضحايا، بينما ما قادر العالم يجتمع كله لحتى يدين المجازر اللي عم ترتكب بحق الابرياء والاطفال في غزه. حتى لم يدن العالم استهداف المؤسسات الانسانيه التابعه للامم المتحده. صحيح. وبالتالي هذا عالم اذا بدك عالم منحاز. تحت سقف واحد عنده ازدواجية المعايير. مثل ما تفضلتي وقلتي، وأظهر مجلس الأمن أنه هو مؤسسة إذا بدك فاشلة بكل المقاييس، أصلا لا يستطيع أن يلزم أي دولة بتنفيذ القرارات التي يتخذها، سواء كانت إسرائيل أو إيران أو أي دولة من دول المنطقة، وبالتالي هذه مؤسسة دولية عاجزة بكل ما للكلمة منها. بسبب الفيتو أيضا الذي يعاقل يعني طبعًا أي شيء. عفوا، هذا الفيتو الأمريكي اليوم أو إذا بدك الفرنسي إذا عطل، ما كمان بالمقابل لما كانت ترتكب المجازر بسوريا كان الفيتو الروسي عطل. نعم. يعطل إدانة النظام، والصيني نفس الشيء. كل عملية بتحاول أنه الدين اي طرف يعني يمت الى الغرب او يمت لدول العظمى بصله، دائما ما كان يفشل في الفيتو الكبير. وبالتالي اليوم هذه الدول العظمى تدفع ثمن الخيرات التي ذهبت لها، واللي عطلت اذا بدك مجلس الامن وجعلته مؤسسه هامشيه لها يعني اذا بدك قوه معنويه لا اكثر ولا اقل. اليوم انا بسال إذا هيدي القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن، سواء لأدانة إسرائيل أو إذا بدك اللي طالبت إسرائيل بالكف عن ارتكاب الجرائم والقتل، شو غيرت بالواقع؟ هل غيرت شيء؟ يعني حتى قرار وقف إطلاق النار اللي ألزم واللي وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، شو ردت عليه؟ يعني يمكن إسرائيل حتى أن إسرائيل لم تطلع عليه أصلا، يعني أبدا، بل يعني بل هي ذهبت إلى ارتكاب مزيد من. صحيح. المجازر ومزيد من الجرائم، واستباحت أكثر من السابق كل المحرمات وكل الضوابط الإنسانية بهذه الحرب. وبالتالي نحن نتحدث عن مجتمع دولي إما عاجز أو متواطئ، وأنا أعتقد أنه هو مؤسسة أو مجتمع متواطئ للأسف الشديد، لا مكان فيه للضعيف ولا مكان فيه للبريء ليأخذ حقه. هذا مجتمع دولي ومؤسسة دولية تناصر القوي ولا تناصر الضعيف. بالفعل أكثر من دفع الثمن اليوم ويدفع وما زال يدفع هذا الثمن هو الشعب الفلسطيني في غزة. أين أصبحت اليوم يعني هذه المعركة أستاذ يوسف، معركة طوفان الأقصى؟ حماس عسكريا يعني شفنا دمار كامل بغزة، ألاف وألاف الشهداء. اليوم استشهدت الحفيدة السابعة لإسماعيل هنية رئيس حركة حماس. إنما يعني ما زالت عسكريا حماس متفوقة، أم كما يدعي الإعلام الإسرائيلي أنه بعد في يعني رفح ونقضي على حركة حماس؟ لا، تفوق ما في تفوق، أنه ما حققت يعني إسرائيل يعني أهدافها هيك يعني هذا العسكري طبعاً.
ونحن نتمنى أن لا تحقق أهدافها، ونتمنى أن يعني يلحق المزيد من الهزائم والانكسارات للجيش الإسرائيلي، لأنه هو جيش إذا بدك دولة إرهاب، دولة إرهاب بكل المقاييس وبكل ما للكلمة من معنى. الدولة التي تتباهى بقصف المستشفيات وقتل الأبرياء والادعاء بأن المستشفيات في تحت منها مقرات لحماس ومخازن أسلحة، هذه لا تستحق أن تكون دولة، يعني هذه عصابة إجرامية إرهابية تكتسب صفة الدولة وشكل الدولة. أصلا الحكومة التي تتشكل يعني التي الوزراء الذين يشكلون حكومة نتنياهو هم وزراء مجانين بكل ما، يعني شوفي بن غفير، شوفي وزير الخارجية اللي هذا يعتبر رأس الدبلوماسية، نعم. واللي لازم يكون يعني أما وزير التراث اللي طلب بقاء قنبلة نووية، يعني هذا يعني تراث. نحن أمام حكومة بالفعل حكومة مجانين بكل ما للكلمة من معنى، ما عنده ضوابط. يعني لو ما في اليوم في مجتمع دولي، نحن ما عم نحكي عن الدول الأنظمة، في مجتمع دولي رأي عام دولي يعني غير رأيه بشكل كبير بعد ما شاف المجازر اللي ترتكب بغزة وتدمير المستشفيات وتدمير البنى التحتية وقتل الأطفال بدماء باردة وقتل الصحفيين. نعم. بعتقد أنه كانت تمادى أكثر من ذلك، وأنا لا برأيي أنه كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا كانوا انغمسوا أكثر في الدعم للإسرائيلي، لكن اليوم نحن بنشوف أنه المجتمع الأوروبي انقلب رأس على عقب. جو بايدن بالحملات الانتخابية وحضرتك عم تتابع وتعرفي، صحيح. ما في مكان بيفوت ليلقي خطاب فيه جو بايدن بيقدر يكمل خطابه، صحيح. بيسكتوه الشعب، بيسكتوا بيقولوا له أوقفوا الحرب في غزة ومشارك في قتل أطفال فلسطين غزة تماما، بيتهموه بهذا الاتهامات وبيقولوا له أنه فلسطين حرة. وبالتالي وبعدين اليوم بايدن رايح على انتخابات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، والمجتمع والشعب الأمريكي سيحاسبه. أيضا الحكومات الأوروبية عند مجتمع بحاسبها. وبالتالي لو لم يكن هناك تبدل في الرأي العام الأوروبي والعالمي والأمريكي تحديدا، أعتقد أنه كانت المجازر يعني تخطت العدد اللي نحن عم نحكي فيه. هلأ اليوم عم تسأليني حضرتك أنه شو مستقبل هذه الحرب. أنا برأيي هذه الحرب طويلة، وخصوصا اليوم أنه نتنياهو إذا ما قرر أنه يفتح مزيد من الجبهات، أعتقد أنه سيدخل في مرحلة استنزاف كبيرة لا يستطيع أن يحسم بها في غزة، ولا أن يدخل رفح بالمعطيات الموجودة حاليا، إلا إذا انتزع مجددا موافقة أمريكية، وهذه الموافقة لن تأتي. بس وكأنه نتنياهو هو من يريد ذلك، فتح عدة جبهات بده يفرج العالم أو يمكن دول المنطقة أنه إسرائيل قادرة على مواجهة يعني كل من يريد أن يفتح عليها حربا لو ثلاث نعم جبهات لو أكثر. نعم، هذا من الخيارات المطروحة، وتريد إسرائيل أن تعود وتثبت مجددا أنه هي المتفوقة وهي الجيش الذي لا يقهر ولديها قوة لا تمتلكها دول المنطقة. هذه مسألة ربما لا تمتلكها أوروبا، هذه مسألة مفروغ منها. نعم. ولكن خلينا نحكي عن النتائج اليوم التي ستحقق على الأرض. الإسرائيلي لا يستطيع أن يذهب إلى هذه الحروب إلا بمشاركة الأمريكي. الأمريكي الآن عنده 3-4 أشهر مصيرية هي التي تفصل عن الانتخابات الرئاسية. بايدن بمشكلة حقيقية، لا يستطيع اليوم أن ينكفئ عن دعم إسرائيل. نعم. نحن بنعرف اليوم أنه الكونغرس يذهب إلى إقرار حزمة من المساعدات، صحيح. العسكرية والمالية لإسرائيل طبعا. وعندك اللوبي اليهودي الصهيوني، اللوبي اليهودي هو اللي بيخوض، هو اللي بيدير الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية، وبالتالي بده راعي هذه الاعتبارات جو بايدن. أيضا الدول الغربية مثل ما قلنا ببداية الحديث أنه استطاعت أن تقدم إسرائيل ضحية بعد هذه العملية التي حصلت من قبل إيران. وبالتالي لا، هناك شيء يتغير اليوم للأسف لصالح إسرائيل. قديش قوة الصمود عند محور المقاومة خلينا نشوف الأيام المقبلة، بس ما في شك اليوم أنه لا سمح الله إذا ما اليوم العملية الإيرانية استدعت، وأنا برجع بقول لك خلينا نكون واضحين، هي عملية محقة
يعني يجب أن تثبت إيران أنه موجودة ولا غير موجودة. نعم. عملية محققة بغض النظر عن استفزازات الإسرائيلية المستمرة، بغض النظر عن نتائجها أنه نعم. لم تحقق أي إنجاز أو إنجاز إذا بدك كتير ضئيل، كان يجب أن تفعل ما فعلته، ولكن السؤال ماذا بعد؟ اليوم إذا قلنا على هذا العملية استدعى رد إسرائيلي في العمق الإيراني، ماذا سيكون الموقف الإيراني وماذا سيكون الرد الإيراني؟ أعتقد أنه هذه العملية إذا ما حصلت بقلب إيران يعني أن المنطقة دخلت في مفترق. لذلك هناك يعني يجب أن يكون دور أمريكي كبير للضغط على إسرائيل على عدم الرد، على عدم الرد على إيران. هو في محاولة اليوم طبعا وفي ضغط أمريكي، لكن مثل ما يعني يحكى أنه كانت إسرائيل تريد أن ترد بوقتها، يعني عندك على نتنياهو هو أشبه بالثور الهائج. نعم. ما في حدا عم يوقفه، وهو بيعتقد اليوم أنه أصلا لما راح ضرب السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية على حسب زعم الولايات المتحدة أنه هي ما معها خبر بالعملية، وهي حذرت من ردود لأنه هذه ستقود إلى مواجهة كبيرة. طيب اليوم إذا نتنياهو ذهب إلى ضرب بالعمق الإيراني، أنه فكرة إذا وقعت حرب ما بين الإيراني والأمريكي والإسرائيلي ستقف إيران على الحياد إطلاقا، أمريكا على الحياد إطلاقا، لا هي ستعتبر نفسها في قلب المعركة، وهي تقول أنه هي معنية بالدفاع عن إسرائيل ومعنية بحماية إسرائيل وببقاء إسرائيل ووجودها ومعنية بتفوقها على كل دول المنطقة وعلى كل جيوش المنطقة، وبالتالي سنذهب إلى مرحلة كبيرة ومرحلة صعبة. عدا عن انه اليوم الاسرائيلي لن يكون لبنان بمنع عن هذا، يعني اذا هلا بنخطو بنشوف شو الوضع عندنا بلبنان شو حيكون، هذا الاستنزاف يعني اول من يدفع الثمن واكثر من يدفع الثمن في هذه المعركه، لانه اليوم حزب الله هو قوه عسكريه هائله، يعني الحليف الاقوى لايران، الحليف الاقوى لا بل هو اذا بدك الذراع العسكري الايراني الاقوى في المنطقه خارج الحدود الايرانيه، وبالتالي حزب الله سيتحرك بالوقت المناسب عندما تقع هذه الحرب، ليس بذريعة أن حزب الله يدافع عن إيران، لا هو عنده مبرر وعنده حجته أنه إسرائيل تشن حرب على لبنان وآن الأوان لاستخدام القوة المفرطة أو القوة الاستراتيجية التي يمتلكها حزب الله في هذه المعركة. يعني بالفعل ساعات وأيام يعني بالفعل خطرة جدا، يعني سنترقب لنرى ما يحصل، يعني نتمنى أن يعم الأمن والسلام، لأنه نحن كبلد يعني بالنهاية كلبنان يعني ما عاد فينا نحمل أي شيء. شكرا لك أستاذ يوسف، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكم أيضا مشاهدينا، وإلى اللقاء في نشرة الثانية والنصف.